خدمة كبيرة للناس اللي ما عم تلاقي أسرها، خدمة كبيرة لكل شخص عانى من قلة أماكن بالمستشفيات. نتشكر الرعاية، جمعية الرعاية اللي هي كانت الوسيط وساهمت مع اليوم آر لنحصل على هيدي المساعدة. نحن نتشكر اليو أم آر على مساعدتها إلنا بتجهيز هالقسم هيدا. نتشكر أيدين الخيرة، ونتشكر الهيئة الرعاية كمان على التوسط والمساعدة بهالموضوع هيدا، والله يقويهم. نشكر كثير مؤسسات الرعايه يلي نظرت لنا بهذه المساعدات، ونشكر الجهه المانحه يلي هي مؤسسات اليو ام ار. نقص نحن يلي وصلنا اكيد اكيد نحن بحاجه له، بحاجه كبيره له، وبنتشكر كل شخص او اي جهه بتدعم المستشفى ولو بشيء بسيط. المعدات اللي استلمناها جدا مهمه، وراح تاخذ طريقه بالتوظيف الصحيح ان شاء الله باقرب وقت. We'll be right back.